اهلا ومرحبا بكم. مشروعنا النهارده هيكون عن تدوير قش الرز. الهدف من المشروع ده ان احنا هنحول قش الرز لعده منتجات، يعني ممكن احول قش الرز لسماد للتربه عشان يقوي الزرع، ممكن قش الرز ده نحوله لعلف للحيوانات تاكل العلف ده، ممكن نعيد تصنيع قش الرز ونستخدمه في الورق، نصنع الورق من قش الرز، ممكن ندخله في كوقود حيوي، يعني نحول قش الرز لغاز إيثانول، والغاز ده نقدر نطلع منه كهرباء. تصور من قش الرز ممكن نطلع كهرباء. هو خد بالك ان المخلفات الزراعية والمخلفات الحيوانية بنقول عليها حاجة اسمها بايو ماس. البايو ماس ديت بنقدر نحولها لوقود حيوي. الوقود ده بنقدر بعد كده نحرقه او نستخرج منه ايه الكهرباء، وهنوضح الكلام ده بالتفصيل خلال الفيديو الحالي. يبقى الهدف من المشروع ده هو اعادة تدوير او تدوير قش الرز عشان نستفيد منه في عدة تطبيقات زي ما وضحنا. الموضوع ده هيبقى ليه اثر بيئي جيد، يعني هنقلل الاحتباس الحراري اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وهتلاقي لينك اسفل الفيديو في تفاصيل اكتر. هتقلل ظاهرة السحابة السوداء يعني الموجودة في مصر بشكل أكبر من الدول العربية، إن مصر تعتبر من الدول الكبيرة في إنتاج الرز، فعندها كميات كبيرة فبتحرق قش الرز ده فبيعمل سحابة سوداء. إعادة تدوير أو تدوير قش الرز ده هينتج عنه إن إحنا هنقلل السحاب السوداء والاحتباس الحراري، فيعتبر مشروع مفيد للبيئة. عشان اقدر ابدأ في المشروع ده ايه اللي انا محتاجه؟ اول حاجة محتاج يكون عندك مكان ورشة بمساحة 100 متر مربع على الاقل. تاني حاجة هنحتاج نجيب خامات او قش الرز. قش الرز ده ممكن تجيبه من المزارع بتبقى عايزة تتخلص منه، فممكن تاخده ببلاش اصلا، فمتوافر بشكل كبير، وإذا حد طلب فلوس هيبقى حاجة بسيطة جدا مش هتبقى تكلفة عليه. طيب تالت حاجة محتاج تشتري مكنة تكسير قش الرز لقطع صغيرة أو بنسميها رايس سترو كاتر. المكنة دي هيكون سعرها حدود $1000. هتحتاج كمان تشتري، رابع حاجة هنحتاج تشتري مكنة بيلتس تحول لك القش الصغير ده لبيلتس أو عقل صغيرة. المكنة دي هيكون سعرها حدود $2000. بعد كده هنحتاج خامس حاجة ان احنا نجيب غرفة احتراق صغيرة جازيفيكيشن فيزل، وممكن ما تجيبهاش، يعني ممكن تستغنى عن المرحلة دي لو انت مش عايز تولد غاز. يعني الجازيفيكيشن فيزل ديت الغرفة الصغيرة دي هتلاقي سعرها ممكن يبدأ من $2000 ل$10000 او اكتر، فالمرحلة دي غالية شوية ممكن تستغنى عنها لو مش هتهمك كبداية. فدي كده كل المعدات والخامات والأدوات اللي انت محتاج تكون عندك عشان تقدر تبدأ في المشروع. تعالوا بقى دلوقتي نتعرف على طريقة تدوير قش الرز وممكن نستفيد منه في ايه. اول حاجة هنجيب قش الرز ونبدأ ندخله على مكنة الكراشر، مكنة القطع هتقطع لك قش الرز لقطع صغيرة زي ما احنا شايفين. وبعد ما قطعنا قش الرز لقطع صغيرة بناخد القطع الصغيرة دي وندخلها على مكنة بيلتس. مكنة البيلتس دي بتطلع لي قش الرز على شكل عقل صغيرة. المكنة دي بتبقى شبيهة بالبصقع الساخن او الاكستروشن، بتعمل عجن القش وتبصقه تطلعوا عقل صغيرة. العقلة ديت بيكون قطرها حوالي 5 ملي ل 8 ملي وبأطوال صغيرة. دي كده مرحلة البيلتس، ان احنا حولنا القش رز لبيلتس. ممكن اكتفي بالمشروع عند المرحلة دي وابدأ اعبي البيلتس دي في اكياس او شكاير، ونبدأ نبيع الكلام ده على اساس ان هو سماد للتربة الزراعية، ممكن نبيعه كعلف للحيوانات او لمصانع الورق يخش في تصنيع الورق. فدي كده كمرحلة ابتدائية. لو انت عايز بقى تخش في مرحلة انتاج الوقود الحيوي هناخد بقى العقل دي ونبدأ نخش على مرحلة الجازيفيكيشن، او ان احنا نعمل تحويل للبايوماس دوت الخامة بتاعتنا اللي هي العقل او البيلتس.
هندخلها على غرفة احتراق، وعن طريق الحرق والهواء بنقدر نطلع غاز الإيثانول. غاز الإيثانول دوت هو اللي احنا هنستخدمه كوقود، هقول لك ازاي نحوله لكهرباء. وبعد ما طلعنا غاز الإيثانول من الجازيفيكيشن فيزل اللي احنا شايفينها ديت، هناخد غاز الإيثانول ده وندخله على جاز تيربين انجن، التربينة ديت اللي احنا هندخل عليها الغاز ده عشان نقدر نولد منها الكهرباء. الجاز تيربين انجن دي بتبقى فيها كذا مرحلة. اول مرحلة بيبقى فيه الكمبريسور، مرحلة الكمبريسور دي بتبقى مسؤولة ان هي بتضغط الهواء. السهم اللي باللون الازرق ده بيمثل الهواء المضغوط، بيخش الهواء المضغوط ده على الكومباشن تشامبر، يتخلط مع غاز الإيثانول. بنبدأ ندخل غاز الإيثانول اللي بيمثل السهم اللي باللون الأخضر، الاتنين مع بعض يتخلطوا، وعن طريق السبارك بلاك تديني شرارة فيحترق الغاز والهواء، يتحول لغاز محترق بيمثل السهم الأحمر ده. يفضل ماشي السهم الأحمر اللي هو الغاز المحترق ده لغاية ما يخبط في ريشة التربينة. فريشة التربينة دي متوصلة أو متصلة على شفط عمود، العمود ده متوصل على كابلينج مع جينريتور، فبينقل الحركة من التربينة للجينريتور فتقدر تولد الكهرباء. هو احنا هنا حولنا يعني حركة غازية، الحالة الغازية لحركة ميكانيكية، وعن طريق الحركة الميكانيكية دي نقدر نطلع الكهرباء عن طريق الجينريتور. فدي كده يعني السايكل اللي بنعملها عشان نطلع كهرباء. فشفت من قش الرز قدرنا نحوله لوقود حيوي غاز إيثانول مثلا، وغاز الإيثانول ده دخلناه على الجاز تيربين انجن وطلعنا من الجاز تيربين انجن كهرباء. الكلام ده فعلا مستخدم، بس هو على سكيل صغير او على نطاق صغير، لسه ما الاستخدام بتاعه ما كبرش قوي، لكن في تطبيقات وابحاث على الموضوع ده. احنا بقى كمشروع تجاري ممكن ما تعملش المرحله الخاصه بتحويل قش الرز الكهرباء، وتكتفي بالمرحله الثانيه اللي هي تقدر تبيع البيلتس، تقدر تبيعه بقى كسماد، كعلف للحيوانات، او يخش مثلا في تصنيع الورق. اتمنى يكون احنا كده غطينا كل النقط اللي انت محتاجها. اللي فاضل بس النقطة اللي فاضلة وهي اهم حاجة، التسويق. لازم تعمل دراسة جدوى او دراسة تسويقية، سوات اناليسيس، تعرف تشوف هتبيع لمين، هتقدر تجيب الخامات منين كالعادة. فالموضوع ده هيعتمد عليك انت فيه، فلازم تعمل دراسة جيدة للسوق، هل الموضوع ده هيكون مجدي ولا مش مجدي عشان تقدر تبدأ فيه. اعتقد ان هو الموضوع هيبقى كمجدي اذا بدأت وبعته كعلف، يعني في ناس كتير ما بتستفدش من الموضوع ده وبتحرق للاسف قش الرز، فممكن نبدأ في الموضوع ده، وفي ناس كتير بدأت في تحويل قش الرز للمنتجات اللي احنا اتكلمنا عنها. اتمنى يكون الفيديو مفيد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. تحياتي علي مصر.